السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة إبداعات مغربية. كنتمنى تكونوا كاملين بكم على خير وبخير. يوم إن شاء الله نحضر واحد الفطيرة. هاد العجينة الفطيرة كنحتاجو كاس ونص ديال الطحين، دقيق الفرص، 4 كاس ديال زيت البلدية، عندي هنايا واحد البيضة، واحد راس معلقة ديال الخميرة الفورية، ومعلقة صغيرة ديال الملحة. اللي ما عندوش الخميرة الفورية يمكن له يعمل خميرة عادية، والمدافئ باش نجمعو العجينة. بسم الله على بركة الله. كنعملو الطحين هو الاولاني، ومن بعد كنزيد البيضه. بالنسبه للزيت غنزيدو حتى هو مع البيضه ونخلطو. بالنسبه للخميره والملحه انا ملمه شويه ديال المدافي، انا هنايا الماء ما نحتاجش بزاف، غنحتاج غير شويه ديال الماء. صافي العجينة ديالي هاهي تجمعات كما كتشوفوا، كتجي العجينة بحال العجينة تقريبا الحلوة، ولكن هذه فيها الماء. انا عملت كاس ونص القياس اللي بغيت اللي غنحتاج ديال الطحين، ثم الا بغيتوا تضاعفوا الكمية يمكن لكم تضاعفوها. صافي غادي نغطيها ونخليها ترتاح وندوزو للحشوة. بالنسبة للتعميرة انا عندي هنايا الجبن ديال الموتزاريلا، وعندي كاشير وحب بصله، نتوما يمكن لكم تعمروا باش ما بغيتوا، ولكن هذه الحشوه كتجي غزاله بهذه الفطيره. نحك الجبن ديال الخليطه، بالنسبه للبصله غادي نشلضها. العجينه ديالنا ها هي فتحت، غادي نزولوها ونقسموها على ثلاثه. بسم الله. كنطلقوا العجينه ديالنا، صافي هذه البركه عليها، ونطلق وحده اخرى. صافي العجينه انا ساليتها، دابا ان شاء الله غادي نعمرها. بسم الله. كنعمل الجبن هو الاولاني، ومن بعد كنقي شويه البصل. انا البصل هنا ما شحرتهاش، خليتها خضره، انا ما نستعملش بزاف غير شويه. نعمل كاشير، ثم التعميرة حاولوا تقسموها خايب بعينكم على ثلاثة القسمات. وكتكوي ليها من جنب باش تلصق لكم.
صافي كتجي بحال هكدا. كما شفتو رانا الزيته تفتحت دغيان، ضروري خصكم تسكيو عليها مزيان. المهم هاد الحاشيه كامله كتجي هنايا نجوم لان غادي نلويوها. هادي كتجي هيدا صافي. كنبداو الاولى الحاشيه ديالها هيدا بحال اللي كنفتلوها باش ما تفسخناش، وكنبقاو ماشيين معاها. نخلطوا واحد الصفار ديال البيضه صافي وندهنوها. صافي دهنتها كاملة حتى الحاشية. واحد كاغيط الزبدة هنا رسمت فيها القليب، وعندي هنايا شوية ديال السانوج اللي نقيتو وعنزوق ليه هيدا. ثم يمكنكم تعملو اللي بغيتو. صافي انا تاك واحد الصينيه اللي جبت لا كاغيط ديال الزبده، دابا غادي ندخلها الفران ان شاء الله. كما كتشوفوا الفطيره ديالنا ها هي جات واجده، خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل. كنتمنى تجربوها، الا جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم. الا عجبتكم عملوا لي جيم، بارطاجي مع الاصدقاء، وشكرا.